يا بي السلام عليكم، شلون الصحة؟ اليوم نتعلم بمعنى الكلمة، نتعلم كل شيء، نتعلم شلون نحجز موعد، نتعلم شلون نوصل طلبيات، نتعلم شلون نسجل نفسنا بالأوبر، كل الأشياء تخص التعلم، تخص توصيل طلبات، الشغل، تسجيل الأوبر، تسجيل في ألمانيا، الشغل في ألمانيا، الحجز موعد، كل الأشياء تخص التعلم. إن شاء الله بهذا الفيديو هحاول أوضح لكم إياه بهذا أحسن طريقة، بأسرع طريقة طبعاً. أني معود حالياً أحاول أعلمكم شلون تحجزوا الموعد وشلون تتبعون كل خطوات ان شاء الله. حيعجبكم الفيديو ان شاء الله، فاشتركوا بالقناه، قولوا يا الله. هنبدا الموعد، شخص ينتظرني، طبعا هو حجز موعد عندي وانا جدا متشوق لهذا الفيديو صراحه. قولوا يا الله. سترك. احنا عندنا بالعراقي نقول عاش من سمع صوتك عاش من شافك. احنا كمان والله نقول عاش من شافك عاش من سمع صوتك. حلو ما شاء الله ما شاء الله. بالمناسبه اول شيء يعني عاشت الاسامي، انا اسمي محمد تعرفني، يعني اي شخص يعرف اسمه محمد اعتز بي وكثر بالمحبه شويه. ربي يسترك. انا كمان اسمي يحيى، اللقب يحيى والاسم محمد جواد. انت من الجزائر؟ انا صحيح افتهمت الجزائر. من الجزائر. من وين؟ من الجزائر؟ من وهران، قريب على وهران. والله أنا بعدني ما حياتي ما وصلت الجزائر، إذا الله راد يوم من الأيام أسافر وأكتشف الجزائر، أهل الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. الله يكتبنا إن شاء الله. أنا كمان بدي أسافر إن شاء الله على العراق وأمريكا الجنوبية، هي الأولى في البرامج إن شاء الله. أول شيء، ثاني نقطة جدا مهمة، أحييك إنه أنت عندك، ذكرت لي إن أنت عندك دولدونغ، صحيح؟ عندي دولدونغ. نفسك بالضبط. أنا يعني بالبداية بحياتي دخلت ألمانيا وكلمت بالصراحة وشرحت لهم كل الأشياء الصراحة يعني، وكنت متأكد 100% إنه ما يريدوني أصلاً، يريدوا طلعوني برا ألمانيا. يعني الدولدونغ كان كنت ما أعرف إن حيعطوني دولدونغ وما حيخلون ما يعطوني إقامة بألمانيا. ولكن الحمد لله وشكر صبرت واشتغلت مثلك بالضبط، الحمد لله، وجاهدت والحمد لله وشكر، اخذت الاقامه وان شاء الله اذا الله رات بعد فتره قصيره اخذ الاقامه الدائميه. انا الدولدونغ هذا تبعي، مو دولدونغ على المدى الطويل، انا بس 3 أشهر يعطوني الاقامه لانه عندي طفله صغيره، عندي ابني. ما شاء الله يا الهي. ما شاء الله يا إلهي، ربي تتربى بعزك وبأهلك يا ربي، والله خبرية كلش حلوة صراحة. يعني فرحتني يا من الحلال، والله دخلت السرور بقلبي. الله يبارك فيك يا رب. ألف مبروك. لعد نتوكل على الله، بيدو أن وضعك أنت ما شاء الله يعني ممتاز. ننتقل لأول نقطة وأهم نقطة، أنت حاليا تشتغل أسوي أي شيء ثاني لو ما عندك أي شغل ثاني؟ لا ما عنديش أي شغل، بدي نشتغل ديركت على الأوبر إيت ولا الفولت، ما مش مشكل. الاثنين إن شاء الله، واحد بالاثنين إن شاء الله حتوافق بهم إن شاء الله، ولكن أنا عندي أمل إن تشتغل أنت بالاثنين مع بعض أحسن من أكون بس بالأوبر. تشتغل بالاثنين مع بعض. أنا حاليا أشتغل صراحة بالأوبر ونفس الوقت بشركة ليفاغاندو، ولكن بشركة ليفاغاندو فقط الصبح يعني في الصباح. اما بالنسبه للاوبر في الليل لسببين. اول سبب، شركه اللي في غاندو تيك اواي اكسبرس توصل اكل وشرب واشياء، ولكن انت ما تقدر تشوف المنتجات، ما تقدر تشوف المشروبات، فما تعرف هل يا ترى هذا شيء حرام او حلال، هل يا ترى هذا يخمر او بيخمر. هذه مو كويسه، فهمت علي؟ تفهم قصدي؟ فانا اشتغل الصبح في الصباح فقط بالليفاغاندو، وبالليل بالاوبر، لان بالليل اقدر اشوف الطلبيه، عجبتني اوصلها، ما عجبتني ما اوصلها. بالاوبر لو بدك ما توصل، مثل ما انت تشوف الطلبيه لو كان فيها كحول ما توصلهاش، تلغيها. والفولت كمان نفس الشيء. لا الفولت ممكن تتكلم معهم بالسبورت تسالهم سؤال، يقول لهم يا جماعه الخير اني مسلم رجاء امسحوها او اعطوني طلبيه ثانيه، يساعدون الاكثريه يعني، عندهم يتفاهمون الموضوع، يفهمون الموضوع فيساعدون الناس ان شاء الله على ربي ان شاء الله. فانا حبيت اني اشتغل الصبح بالليفاغاندو حتى اوفر فلوس اكثر، بنفس الوقت استغل وقتي، لان يعني الانسان يحب يقعد الصبح، بنفس الوقت طلبيات الليفاغاندو الصبح في الصباح ما تكون فيها كحول، تكون فيها فطور، اشياء فطور، تفهم قصدي؟ فما اضطر انه دائما اتناقش ويا السبورت انه يساعدني ويلغي الطلبيه ويطيل طلبيه ثانيه، لا وصل الطلبيه واتوكل على الله. اما بالليل طلبيات تكون دائما بها كحوليه، فهمت عليك؟ فانا بالاوبر اقدر اتحكم بها 100%، الغيها بنفسي، ممكن اقرر اني اروح للبيت والغي الطلبيه قبل ما يعني قبل ما اخذها قبل يعني. الاوبر نعرف كيف الشغل فيه لانه انا كنت في فرنسا، كنت في باريس، ونعرف
أعرف شو يعني شغل تحبيب. بس هون في ألمانيا مختلف على باريس. باريس بس تذهب عندك الأبليكاسيون تبعك تفتح كونتو تروح تذهب تدير ريجيس كوميرس اللي هو تسجيل بفيربا بالألمانية. بفيربا ويعطوك الكونتو وتعمل مش مشكلة فهم. ولا فيك تكري حساب على ناس تكري اللي هي الكراء تسوي حساب على شخص ثاني قصدك على شخص ثاني وتدفع له أسبوعيا فهمت علي. هون في الألمانية فلوتن بارتنر. شو ما فلوتن بارتنر هذه ما فهمتها يا صديقي فهمت علي. يا أخي الدولة الوحيدة في كل الكرة الأرضية معقدة من ناحية معقدة من ناحية القوانين والضرائب والأشياء الثانية. الأوبر نفسه هو شركة أمريكية, هذا الشيء احنا نعرفه. لما تقدم على الشغل بالأوبر جدا بسيط, يعني مجرد بس رقم ضريبتك, اسمك, عنوانك, صورتك, ابدأ بالشغل. أما بألمانيا لا 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 لا, لا. ممنوع تشوف معلومات الزبون, لازم تكون على فلوتن بارتنر ويا شخص اللي هو شريك. لازم 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 لازم. كل هالأمور هي سهلة ولكن مرهقة, يعني متعبة, يعني تخلي الواحد ما يتشجع للشغل. فإن شاء الله أنا أحاول أساعدك قدر الإمكان. فينا نعملها كلها إن شاء الله. إن شاء الله أنا هكون بظهرك إن شاء الله. عندك الرقم الواتساب تبعي, أي شيء يصير فورا اتصل بي. محمد صار هي الشيء ممكن تساعدني محمد إن شاء الله. شنو الخطوة التالية وأنا حاول أساعدك قدر الإمكان. مش مشكل. أنا ديجا راني بديت دخلت في الابليكيشن عمرت أشياء. الآن طلبوا مني بس الباسبورت نيكست اشتريت. أعتقد أنت ما شاء الله يعني متقدم خطوتين ثلاثة ما شاء الله ممتاز. لحاول أشرح لك الأمور من البداية للنهاية حتى تفتهمني أكثر ماشي. بسم الله. بسم الله. نقطة مهمة جدا, أنت عندك جواز سفر؟ عندي. ممتاز. لح أسوي لك فرين شيرين. هما بس يكذبوا لي زي ما في الابليكيشن أبقشلوسن ميت غرين, يعني خلاص قبلوها مني ولا كيف؟ إيه صحيح قبلوها من عندك, ولكن أنا حبيت بس إنه أشاركك البرنامج وياي نفس الوقت. ولكن أنا صديقي أبو جاسم أنا هون ما حطيت فلوتن بارتنر, ما حطيت ولا شيء. هي مجرد شغلة لازم تعملها, أنت مضطر تعملها بس على مود تنتقل للمرحلة اللي بعدها لأكثر ولا أقل. هي عبارة عن ضغطة ضغط زر وبس. أنا ضغطت الزر المناسب. الديسبلاي تبع الفاست. أنت تتحدث معي الآن باللابتوب. باللابتوب. ولكن أنا حاولت أشاركك ديسبلاي حتى أفتح البرنامج الأوبر ونفس الوقت تشوف الخطوات كلها مع بعض. شايف التليفون, شايف كل شيء. أنت شايف كل شيء. شايف كل شيء. ممتاز. طبعاً البرنامج تعرفه, هذا هو البرنامج أوبر درايفر. إيه هو هذا البرنامج اسمه أوبر درايفر. الخطوة الأساسية والأهم السؤال من قبل ما نبدأ بأي شيء, أنت لما دخلت وفعلت البرنامج دخلت اسمك, عنوانك, دخلت اسم المدينة وإيميلك وكل هالأشياء, رقم التليفون, اختاريت هذا الخيار. اختاريت الخيار اللي أنت عامله بالأخضر. ممتاز, هو هذا الصحيح. أما البقية يعني هو مو صحيح ولكن ما أنصح الناس به لأن الموضوع مو بهالسهولة بألمانيا, لأن معقدين الأمور. لازم يكون عندك شركة ولازم تكسب بالسنة قل شيء 200 ألف يورو و. أما بالدراجة الهوائية إذا ما عندك سيارة تختار أنت الدراجة الهوائية إذا ما عندك سيارة أو ما عندك شهادة سواقة. أنا اخترت ليفون ميت أينا غولا ودا فاجن, هذه اللي اخترتها. أي أنت عندك شهادة سواقة؟ عندك سيارة؟ لا أنا بدي أشتري موفات تبع 25 كيلومتر في الساعة. خلاص لا هاي ما أعتقد تحتاج عليها شهادة. ما تحتاج عليه مستحيل. ممتاز. إذا عندك أنت موفا 25 كيلومتر بالساعة ما تحتاج عليها شهادة سواقة. ما تحتاج, أنا نعرف هذا الشيء. ولكن خلينا نفكر, إذا تختار خيار ليفا مت عين مغولة أو دافاجن يعني من الدراجة الكهربائية نارية أو بالسيارة, يطلب من عندك شهادة سواقة يعني رخصة القيادة, شيء إجباري. أنت حاليا عندك كلمة, هاي كلمة صحيح؟ فيوشاين صحيح؟ لا ما عنديش فيوشاين. أنا أعتقد شفتها. لا عندي بروفيل بيلدر أبقشلوسن أوزفايس أبقشلوسن فلوتن كونتو داتن أبقشلوسن زوغانغ زو تاينم أوبرغانديغا ترينيغ أبقشلوسن أجيبي أبقشلوسن باسبورت فيدغي بروفت وبس. يعني كل شيء عندك أخضر صحيح؟ كل شيء عندي أخضر بس الباسبور حملته لهم الآن. يعني أنت اختاريت الخيار هذا وما طلبوا من عندك شهادة سواقة؟ لا ما طلبوش. ممكن حظ.
متأكد انت 100%؟ صراحة مش متأكد والله، كنت تعبان. لا انا متأكد 100% انه اللي يختار الخيار هذا، هذا الخيار لازم ترفع رخصة القيادة، لان انت بألمانيا، بألمانيا اذا تمشي اكثر من 25 كيلومتر بالساعة، اكثر من 25 كيلومتر بالساعة لازم يكون عندك شهادة سواقة، يعني رخصة قيادة. مو فاشاين يعني، فهمك ايه او مو فاشاين. اما بالدراجة الهوائية ما تحتاج شيء، جدا بسيطة، بس تدريبات، بس اشياء بسيطة، صور، اشياء بسيطه وتبدا الشغل. فانت ما عندك شهاده سواقه، فهذا الشيء خلاني شويه افكر. لا المهم انا رخصه السياقه فيني، فيني نحضرها، بس الكونتو ينفتح فيني، بعد نغير على الرغوله. مش خلاص قول يا الله. احنا كده نفس الوقت احنا عندنا رقم، انت عندك رقمي وانا عندي رقمك، نتواصل مع بعض ونحل المشكله مع بعض حاليا. يعني خلينا نقول انا اكون بظهرك ان شاء الله. ان شاء الله اخويا كم. بسم الله. طيب ننتقل للخطوة اللي بعدها. انت عندك شركتين، الشركة الاولى اسمها كويكسي والشركة الثانية اسمها اوبغيزا. اوبغيزا هاي الشركة اللي هي الوسيط، اللي هي فلوتن بارتنر اخصوه، هي معظم مدن المانيا تفعل برنامج، يعني تفعل، هي شركة تكون وسيطة ما بينك وبين اوبر، شركة الاوبر. اوبر نفسه بيشتغل بنظام الشركاء، يعني نظام الشراكة وليس بالتوظيف، يعني انت مو موظف، انت تشتغل على حسابك الخاص. لهذا السبب قبل ما نبدأ نفعل البرنامج لازم انت تسجل نفسك بالدولة. تسجل نفسك بالدولة شنو يعني؟ يعني تروح الغاد هاوس وتفعل نفسك، تسجل نفسك بالدولة كشخص عنده جبابة، يعني عنده شركته الخاصة، اسمه الخاص، فهم قصدي؟ لكن أبسط شيء يعني أصغر شركة، المهم تكون شنو؟ شيء بسيط يعني، المهم أنت يكون عندك رقم ضريبة. رقم ضريبة يتكون من قصدك شطويا نومة ولا شطويا اي دي؟ شطويا نومة. عندي شطويا نومة صديقي. وريني، ممكن توريني؟ عندي شطويا اي دي اللي فتحت به البنك، الكونتو بنك. لا مو هذا، مو هذا. نعمل جيفيربا في الغات هاوس. بالضبط. نذهب عندهم ونقول لهم مش عين جيفيربا. بالضبط. 100%. الموضوع جدا سهل، تدفع لي 20 يورو. بعض المدن او بعض الولايات ما تدفع لي ولا شيء ببلاش، او بعض المدن يطلب من عندك 20 يورو. هاي تعتبر، هاي تسمى جيفيربا عن مالدون لي كلاين اونتنيما، يعني شركه صغيره. تكسب بالسنه 22000 يورو فقط بدون ما تدفع ضرائب، يعني اذا عبرت هذا المبلغ تدفع ضرائب. حتسالني محمد اني ممكن اشتغل 22 اسبوع، كل اسبوع 1000 يورو، اوصل 22000 يورو بقيه السنه، شو اسوي بالسنه؟ بقيه السنه سوي كالاتي: ممكن تشتري تليفون تشتريه، ممكن تفول بنزين سياره، ممكن تصلح السياره، ممكن تصلح الموفا، ممكن تصلح الدراجه الهوائيه. هاي الفاتوره تحتفظ بيها وتسوي شتويا اكليرون بنهايه السنه. لما تسوي انت تعمل شتويا اكليرون، تعملها، نسبه 22000 يورو تنقص، تصير بامكانك تكسب فلوس اكثر من 22000 يورو بالسنه، يعني تاخذ راحتك بالفلوس، تاخذ راحتك تكسب اكثر بدون ما تدفع ضرائب. فهمت قصدي؟ فهمت قصدك. مثلا اي حاجه نشتريها نخلي الشاين تبعها وندير عليها شطويا اكليرون. بالضبط، اسمها البليك، يعني هي هاي الفاتوره تخليها، ولما تروح للشتويا بغاته اللي هو الشخص اللي يهتم بالضرائب تعطيه هاي الورقه، او تصورها ديجيتال، تصورها وتعطيها عن طريق الايميل او اي شيء، وهو يضيفها الى مجال الشتويا اكليرون، وتقدر تنقص مصاري تعريفك، البنزين، تصليح الموفا، تصليح السيارة، تشتري تليفون جديد، كل الأشياء تأخذها من الدولة، تأخذ فلوس من الدولة. يا جماعة الخير، أنا أشتغل، أنا عندي شركتي الخاصة، أنا أصرف مصاريفي لازم ترجع من الدولة. تفهم قصدي؟ أوكي أوكي فهمت. فأنت حاول تحتفظ بكل ورقة، وهاي النسبة 22000 يورو بالسنة تكون بالنسبة لك أكثر، يصير عندك ربح أكثر، لأن الربح الصافي هو يعتبر 22000 يورو. أوكي فهمت. طبعا ممكن تسويها أونلاين، الجبابة عن مالدون ممكن تسويها أونلاين عن طريق الهاندلز كاما، دائرة حكومية، أو عن طريق الغاد هاوس تروح بنفسك، أو عن طريق شركات ثانية عن طريق الإنترنت يهتمون بهالموضوع، فعلهم مبلغ معين ويهتمون بالموضوع. ولكن أنا أنصحك يا أخي، يا إما تروح الغاد هاوس أحسن. بالضبط، تروح الغاد هاوس بنفسك، او تسويه عن طريق الاونلاين الهاندلز كاما. موقعها جدا بسيط، تكتب هاندلز كاما، كلمه هاندلز كاما وليس هاند فاكس كاما. هاند فاكس كاما هاي دائره حكوميه ثانيه، هاندلز كاما. هاندلز كاما والله انا فهمت عليكم. يعني الفورمولا موجوده جدا بسيطه، وتجيك ورقه بالاخير. هاي الورقه شكون شكلها؟ هيك، شايف هاي شكلها؟ فهمتك عليكم. اي، ومكتوب عليها ختم وما اعرف شنو، انت سجلت بالدوله خلاص، صار عندك رقم، صار عندك شركه. اوكي
باسمك والى اخره. نقطه مهمه، بعد ما سجلت نفسك بالدوله تجيك رقم في البريد، هذا الرقم اسمه شتاينوما، وليس شتاي اي دي او امزل شتاينوما. امزل شتاينوما او شتاي اي دي ما له دخل بالموضوع ابدا. شتاينوما هو هذا الرقم الضريبه اللي انت دائما تحتاجه لما تشتغل. خلي يقول تشتغل لا سمح الله، اشتغلت انت يعني، قصدي ان شاء الله تشتغل انت تكسب فلوس، خلي نقول 800 يورو. مثلا انت سويت عملت 800 يورو، 27 يورو مثلي يعني، وصلت 99 طلبية، وهذا هو من 4 بالشهر ل 10 بالشهر، هنا مكتوب 11 بالشهر، يعني هذا اليوم يوم الاثنين، هذا زونتاك يوم الاثنين يجي اللي بعده، هو رقم 11 بالشهر. فانت يوم 11 بالشهر تعمل فاتورة عبارة عن غشنو، فاتورة تسويها للفلوتن بارتنر اللي هي الشركة. انت شخص عندك شركتك الخاصة، هاي السيرفيس اللي انت عملتها تسوي عليها فاتورة، انا اعلمك طبعا ان شاء الله بالمستقبل اعلمك شلون تسوي فاتورة، واعطيك يعني اعطيك مثال، بس تكتب المعلومات، تكتب الارقام، تكتب المبلغ، تكتب التاريخ، وتبعثها للفلوتن بارتنر، والفلوتن بارتنر يرجع لك يدز لك فلوسك. عندي سؤال، الفلوتن بارتنر انت تعطيني اياه الان؟ الفلوتن بارتنر هو انا شركتي انا اشتغل معهم. اي انا اعطيك اياه، انا اتصل بيهم اقول لهم شخص اسمه محمد فعلوا له البرنامج، بس ويفعلوه ديريكت. ديريكت سيب. وانت شو تنصحني، نشتري دراجه دراجه هوائيه ولا دراجه ناريه؟ انت في لايبسيك صحيح؟ لايبسيك. انا لايبسيك صراحه ما اعرف شوارعها، ما اعرف. انا نعرف هومبورغ وانت ما تعرف لايبسيك. انا اجيت الهومبورغ، انا لندس بروكن بلانكنيزه، هذا كله ذهبت لهم. بلانكنيزه جدا جميله، بلانكنيزه للناس اللي يعني جميله جدا وجبال، ونفس الوقت للاغنياء يعني الفلل والقصور. لايبسيك حلوه، لايبسيك حلوه. انا كنت في دريسن، انا كنت عايش في دريسن 3 سنوات. زاكسن كلها فل. خلينا نكون ايجابيين. انا صراحه تجربتي بدريسن جدا ممتاز الصراحه يعني. انا ثاني والله الحمد لله، انا تجربتي بلايبزيك الحمد لله، مدينه كويسه، مش دورف ولا، الحمد لله عايش كويس والله. لا لايبزيك حلو، انا كنت فيها مره مرتين بس مجرد سفر لا اكثر ولا اقل. فانا ممكن انصحك بالدراجه الهوائيه فقط في الصيف. في الشتاء ما انصحك لا بالدراجه الهوائيه، ولا انصحك بالدراجه الناريه، ولا كهربيه، ولا اي شيء، انصحك بالسياره فقط. هذا هو الكلام الصحيح، ولكن الحقيقه شيء ثاني. الصراحة أنا أنصح الناس دائما بالدراجة الهوائية. ليش؟ غرامات أقل، مخالفات أسرع، وصحية للجسم، وتوفر فلوس كثيرة، وتصليحات ومشاكل وازدحامات وأشياء كلها توفرها. أما بالنسبة للسيارة مع الأسف كل شيء بها حلو، بس إشارة واحدة إيجابية والباقي كل شيء يعني سلبي. فهمت عليك؟ سلبي، خلي يقول مرهق، غرامات، ازدحامات. السيارة مو المود تبعي، ما نحبش سيارة، ما نكذبش على سادي. المود تبعي هو دراجة نارية ولا بايسيكل، بس السيارة مو مود تبعي. مثلك بالضبط، أنا ما أحب الدراجة الهوائية، فأنصحك بالدراجة الهوائية عامية. ولا ممكن تشتري كهربائية، ممكن إن شاء الله. إن شاء الله. خليني أشرح لك نقطة جدا مهمة محمد حبيبي. هنا مكتوب نيتو بغايز، نيتو فاب غايز. هنا مكتوب هذا السعر النيتو منحين منه شطوية، مو بغوتو. بالضبط بدون شطوية، بدون ضرائب. عندك الأكسيون، ركزي على كلمة أكسيون، درينجلت وشطوية. شطوية هاي كلمة شطوية بالألماني اسمها ضرائب، اسمها لا اسمها مير شطوية. مير شطوية هاي المفشتوية، انت بألمانيا تدفع على كل شيء ضرائب، على كل شيء، على الأكل، على الشرب، على الهواء، على كل شيء. حتى تدفع ضرائبك، انت تدفع ضرائبك في ألمانيا اسمها المفشتوية. كلمة أكسيونن، تذكر كلمة أكسيونن؟ هاي تبع الفلوتن. اي تبع الفلوتن، هاي اللي هي الخط الأزرق، شايف الخط الأزرق؟ شايفه؟ هذا الخط الأزرق اللي هي الأكسيونن. إذا انت ما مفعل كلمة أكسيونن عند الفلوتن بارتنر تجيك فلوس ولكن جدا قليلة. يعني خلينا نقول نسبة 50% من فلوسك للطلبية اللي وصلت انت 50% توصل لك، و 50% ما توصل لك، عبارة عن إضافيات. خلينا نقول أكسيونن شو معناتها؟ أكسيونن هي زي ما خارج الكايس تبقى تعمل خارج الكايس. لا لا، الأكسيونن هي نفس المنطقة اللي انت مفعل بيها تشتغل بيها فقط. يعني لما خلينا نقول على سبيل المثال، انت وصلت طلبية في مسافة 10 كيلومتر والمفروض تاخذ عليها 10 يورو، ها؟ 10 يورو المفروض تاخذ عليها 10 كيلومتر، ولكن توصل لك
تقريبا 5 يورو فقط، والخمسة يورو ما توصلك. ليش؟ لان انت ما مفعل، ما مفعل عندك الخط الازرق، الخط الازرق هذا ما مفعل، فتوصلك بس 5 يورو. ولكن اذا الخط الازرق مفعل بالمدينه اللي انت عايش بيها لايبسي توصل لك 10 يورو، تاخذ 10 يورو. نفعله انا ولا هو؟ فلوتن بارتنر فيني يصير فيني نتحدث معه ونقول له فعل الاكسيون. انا حتصل بي اقول له انه يهتم بيك، يساعدك ويحاول يفهمك او امور ثانيه، ها، ونفس الوقت اهتم بك اني همات، يعني انا اكون على تواصل وياك وهو يكون على تواصل وياك. اوكي، وفيني اسال كم ياخذ نسبه الفلوتن بارتنر تبعنا؟ شركه اوبغيسا، طبعا انا انصح بشركه اوبغيسا ليش الاكثريه، ولكن شركه اوبغيسا عندها ايجابيات وسلبيات، وشركه كويكسي عندها ايجابيات وسلبيات. اوبغيسا تخليك تشتغل، وكل ما تزيد النسبه، نسبه الفلوس اللي انت تسويها تعملها، خلينا نقول مثلا بدل ما تكون 172 يورو تكون 600 يورو 800 يورو 1000 يورو 1200 يورو، نسبة اللي هو ياخذها العمولة مالت تقل. مليحة. اي يعني سمي يشجعك على العمل اكثر. بالضبط، 600 يورو ياخذ من عندك اعتقد 10% على ما اعتقد، وبعدين تقل، كل 100 يورو تقل 1%، يعني 700 يورو تصير 9%، 100 يورو تصير 8%، فهمت قصدي؟ ياخذ من عندك، ياخذ من فلوسك 8% فقط. اما للضرائب، شوف كلمة شتاين اخر شيء قبل قزامته امزات على بالي 124.41، هاي هي اللي اسمها ميفر شتويا. طبعا كلمه شتويا مترجمه من الانجليزي تكست، مترجمه للالماني شتويان، اما بالمانيا ومنها اسمها ميفر شتويا. هاي الميفر شتويا هي تكون بهالمكان، بدل ما تكون شتويا تكون ميفر شتويا. ياخذها الفلوتن بارتنر الشريك اللي هو الوسيط، ياخذ 124 يورو ياخذها من عندك ويعطيها للدوله. انت الان ما تصير عندك دفوعات على الشتوين، صاي الفلوتن بارتنر يتكلف كل شيء. 100% الحمد لله. 100% فهمت علي. وياخذ نسبته، يعني زائدا 124 ياخذ 8% من المبلغ اللي انت عملته من نيتو برايس. نيتو فور برايس بالضبط، من نيتو فور برايس. هاي ممكن تكون توصل 24 يورو 20 يورو 50 يورو 30 يورو طبعا بالاسبوع. انت ايه بالاسبوع، كل ما تزيد المبلغ، كل ما تشتغل اكثر واكثر توصل ل 1000 يورو، وممكن توصل ل 1200 يورو المبلغ كله اللي هو قزمته امزات المبلغ كله، ياخذ تزيد نسبه الضرائب وتقل نسبه الشريك اللي هو الوسيط. ماشي. والمال تخرجه اسبوعيا ولا مثل ما بدك؟ ممكن تاخذ اسبوعيا، ممكن تقول له انه انت تريد اسبوعيا، ممكن يقول لك كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر حسب اللي انت تحب. الفلوتن بارتنر هو اللي يبعث لك المال على الكارت تبعك ولا انت؟ بالضبط صحيح، عن طريق البنك. نقطه جدا مهمه، اذا تحب تاخذ فلوسك سواء كان كل اسبوع او كل اسبوعين لازم تسوي له فاتوره اللي هي اشوف لك اياها انا، فاتوره الامزات تبع الاسبوع. بالضبط. هلا هذا كويكسي، شاف هذا كويكسي، شركه كويكسي، والشخص اللي اشتغل معه شايان. هذا الشخص اسمه شايان وهي شركه اسمها كويكسي. انا اسوي له دائما غشنو، وهذا الغشنو مكتوب فيها رقم الغشنو، اسمي. فهمتني؟ مثلا انا بس نبدا نعمل غشنو قنومه، ندير نومه ايس لانه اول مره غشنو تبعي، ونعاود نبدل بس الاسم، ندير اسمي شطويا نومه، ندير رقمي، ونبدل المعلومات على حسب معلوماتي. بالضبط. هنا مكتوب مثلا، شايف انت حاليا مكتوب هنا ناتو برايس بلس اكسيون ابسوق 4%. طبعا انا اشتغل وياه ونشتغل بنفس الوقت، كل من الى عنده نسبه. انت ممكن تتفق وياه، يعني ممكن تتفق اذا انت مثلا جبت له اشخاص اكثر، جبت له اشخاص يشتغلون الاوبر، ممكن يقلل من نسبتك. تفهم قصدي؟ يعني تكلم معه، يعني حاول تناقش وياه. الدنيا تولي تجارك، فاهم؟ ماني فاهم. أي تولي انت والشطاره تبعك. بالضبط. انا بس احاول اساعدك، اوصلك للمكان اللي انت تحتاجه، وانت كمل طريقك، توكل على الله. والترينجلت اللي هو البخشيش هذا ما عليه لا ضرائب ولا دخل بالوسيط، يعني البخشيش اللي انت تاخذه يوصلك فورا لك، سواء كان بالايد سواء كان بالاونلاين. ماشي، احسن شيء في الاوبر ايد. احلى شيء اللي هو الفلوس، اللي هو البخشيش. ترينجل البخشيش. تعرف تلغي الطلبيه؟ نلغي الطلبيه؟ ايه تعرفها؟ لا ما نعرفش. وعندي مشكل كمان هون، قالوا لي انه بدي نصور لهم هذيك تبعهم الغوكسك هذا. كيف نقطه جدا مهمه، تروح انت مثلا خلينا نقول
على الكونتو دوكومنت وهنا مكتوب ازوليتا لفتاشه مت انا امتلشن ليشت بيلد اللي هي هاي ها لما تنزل لتحت تلقى مكتوب بالانجليزي او بالالماني كلمه بيشتري الدال لفتاشه بالضبط اضغط عليها وخرجوا لي طاشيت للبيع بالضبط عامل عليها خصم 15% صحيح واو. هي هاي ريح بالك معزز مكرم خليها توصلك للبيت بس لا سامح الله حصل شيء لا تشتري الموتور انتظر لحد ما يتفعل البرنامج وبعدين اشتري خلاص ماشي مش نصيحة من عندي يعني انا صراحة خطأت هذا الخطأ وما احب انه الناس يتعذبون مثلي ما احب الناس يعملوا نفس الخطأ فانت اشتري الحقيبة 15 يورو 15 يورو سهلة مش مشكلة 15 يورو مش مثل 2000 يورو بالضبط فانت توكل على الله واشتري الحقيبة ممكن انه الحساب ما يتفعل زي ما شو يكون المشكلة لو الحساب ما تفعل المشاكل ممكن تكون مشاكل الفلوت باتنر يقول انه انا ما محتاج شخص يعني عندي ناس كثيره في لابسك ممكن يقول ممكن فقط هذا السبب الوحيد ممكن يكون هو ما في لايبزك ما عندوش في لايبزك لا عنده اعتقد عنده 100% انا متاكد عنده هو يشتغل شركه اوبريزا تشتغل معظم المانيا معظم مدن المانيا معظمها مو كلها معظم ثم الان بس ننتهي من التحدث ومن بعد انت تبعث لي في الواتساب اسكو اذا الفلوتن بارتنر تبعك خصو عمال ولا ما خصوش هيك بالضبط انا فورا حتصل بي ابعث له رقمك الواتساب واتصل بي اقول له يا اخي فعل البرنامج ها ولكن قبل ما يفعل هو ما حيفعل البرنامج اذا انت ما سجلت نفسك بالدوله لازم تسوي القباب عن ملدون خلاص انا اليوم الاثنين الجاي نروح نديرها الموضوع ما يطول خمس دقائق ولا نعملها الان بس ننتهي نعملها على الانترنت او ممكن تعملها على الانترنت اي شيء تحتاج انت مساعدة اي شيء خليني اتواصل وياي وانا احاول اساعدك ان شاء الله لا مش مشكل مش بروبلم ممتاز خليني افكر بس احاول اساعدك قدر الامكان حتى يكون كل الامور كاملة يا الحمد لله الباسبورت ابقشلوسن اوخ ما شاء الله الحمد لله الان شو ظل معي بس الحقيبة والفلوتن بارتنر الفلوتن بارتنر عندي ابقشلوسن كنت ندار انا قصدي انا اتصل بالشركة ويفعل لك البرنامج لانه الان بس نصور لهم حقيبة يصير عندي البرنامج بس مو مفعل هيك قصدي بالضبط صحيح داي. لما تصور الحقيبة محمد حاول تمسك الجواز سفر وتصوره وتخلي الجواز سفر واضح يعني اسمك ها جواز سفرك وتصور بحيث تكون خلفية الجواز الحقيبة خلاص مش مشكلة ما شاء الله جتني فكرة على تفضل قول لأنه أنا عندي صديقي عنده عمل بيتزا ويجوع عنده تاع أوبر إيت ناخذ معي الباسبور وبس يجي تاع أوبر إيت نقول له خليني صور الحقيبة انفعل الحساب ومن بعد الاخرى تاتيني على حالة يا اخي انت انا احب الواحد يشغل عقله فكرة حلوة والله شغل عقلك وحاول تلاقي حلول حاول تدور على حلول اسرع يا ودي هي الحياة شوف انا جاي انسان زعما تقولي فلوتن بارتنر ما قبل نقول لك الحمد لله ولكن نبحث عفسة اخرى فهمت بالضبط ما كتبش ربي في اوبر ايد فولت ما كتبش في فولت في اشياء اخرى ما فيش بس توصيل طلبات فهمت علي بالضبط كاين الانسان اللي يتحطم زعما شي يقول لا صاي انا ما نزيدش نعمل لا اخي الحمد لله ربي هو الرزاق عجبتني انت اخي عجبتني ما شاء الله مشغل عقلك هذا حلو شيء جدا عجبني ممتاز ربي يحفظك ننتقل لموضوع الفولت انا بالبدايه نصحتك انه تشتغل بالفولت وبالاوبر نفس الوقت بالاوبر ها بالفولت يا اخي موضوع جدا بسيط شركة ثانية اسمها كويكسي اللي أنا أشتغل معها أو ممكن أدور لك على شركة ثانية ممكن تروح للشركة يقولوا أنا بحب أشتغل بالفولت فقط تعطيهم اسمك تعطيهم جواز سفرك تعطيهم عنوانك بس انتهى البساطة هذه كمان ارسل لي هذه أحسن لأنه أنا جربت ندخل نسجل في الفولت من الانترنت ولكن ما وجدت لايبزيك وجدت بس كولن هومبورغ فرانكفورت عند ميونيخ ميشن انت متاكد انه موجود فولت في لايبزيغ موجود لان المحل تبع صديقي كاين فيه فولت عنده فولت لفاغاندو اند اوبر ايت احاول اشوف
وان شاء الله انا احاول الاقي حلول، وان شاء الله احاول اتواصل وياك واعطيك اخر الاخبار ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا انا حاليا صراحه ما اعرف، حاليا ترى عندي شيء انا ممكن اشرح لك اشياء ثانيه، ممكن اشرح لك اشياء ثانيه. خليك مثلا كيف نلغي الطلبيه ممكن، ولا ما نعرفها عشان. انت حاليا شوف كل شيء صحيح، شايف تليفوني؟ شايف هو اي. خلينا نقول على سبيل المثال جاتك طلبيه، الطلبيه هاي ثلاث نقاط، اللي هي نقاط والخطوط اللي هي على اليمين شايفها هاي اللي هي تكون تحت كلمه، تحت زر الخط الدائره الزرقاء اللي هي مكتوب عليها لوس بصفها موجود مثل هاي شيء بسيط، ايقون بسيط. عرفتها ماني شايفها. تحتها مكتوب دوبست اوفلاين، بصف الاوفلاين بصف الاوفلاين على اليمين في ثلاث خطوط وثلاث نقاط. واشتهم اي هاي ثلاث خطوط ثلاث نقاط دائما تلقى الطلبيه تلقاها، يعني تشوف الطلبيه واسم الطلبيه، اسم المطعم واسم الزبون. تحت اسم الزبون، طبعا انا حاليا ما عندي طلبيه لهذا السبب ما اقدر اشوفك. خلاص فهمت عليك، تحت اسم الزبون تشوف شو طالب الزبون. بالضبط. لا مو شوف شو طالب الزبون، شوف انت الخيارات مكتوب الغاء الطلبيه دي بيشتلون اشتونيا، دي بيشتلون يعني الغاء الطلبيه، وتلقى اسباب، اختار اي سبب، المطعم بعيد، ما لقيت بارك بلاتس، ما في مكان اركب بيه سياره اي شيء. ولكن كيف تعرف انه فيها الكحول؟ اشتد ها، تضغط على اسم الزبون، تضغط على اسم الزبون تطلع لك طلبيه. خلاص مش مشكله، فهمت عليك. الموضوع مو صعب، يعني الموضوع جدا جدا سهل، يعني ما يحتاج واحد يشرحها. انت ان شاء الله لما تبدا بالشغل وتحاول توصل طلبيات تتعلم من نفسك، يعني انت تتعلم نفسك، يعني الموضوع البرنامج بس مجرد ان انت تجرب، تضغط هنا تشوف هنا تسوي هذا. مش مشكله هذا الشيء ما انا المشكل الوحيد اللي كان عندي صديقي ابو جاسم هو الفلوتن بارتنر، لانه بحثت على كثير فلوتن بارتنر ما يردوا ما يجاوبوش، ما فهمتش ليش. والله الفلوتن بارتنر وتجيب الدوله كجوابه، رقم الضريبه، هذا رقم الضريبه هي اكبر مشكلتين بالاوبر. الاكثريه مع الاسف يشتغلون بالاسود، فلهذا السبب ما في اي شركه، ما في اي شخص يشرح بهذا الموضوع. في شغل اسود مو طبيعي، العرب والاجانب يستغلون هاي الفرصه حتى يشتغلون بالاسود، وما يعرفون انه الدوله اصلا تعرف هذا الشيء. الدوله عندها علم ان الناس تشتغل بالاسود، ولكن الدوله تارك الناس تشتغل، يوم الايام بوم تلاقي كل الناس قاعد في البيت. فلهذا السبب الاوبر نفسه سوى هاي الخطوات، عمل هاي الخطوات حتى الناس ما تشتغل بالأسود. تفهم قصدي؟ ومهما يكون الناس تشتغل بالأسود، يعني قباحة. كيف يشتغلون بالأسود؟ شو يعملوا؟ يفعلون البرنامج يسوون كل شيء بدون أوراق، بدون أي شيء، بدون علم الدولة، أخصو بدون جيفيربا، بدون ولا شيء. بالضبط. لا أنا الجيفيربا نعملها، بس نعملها الجيفيربا نرسلها لك على الواتساب. انا ما احتاجها، الفلوتن بارتنر يحتاجها. خلاص نرسلها له. مش اي. ونفس الوقت الجذابه عن معلوم اللي هي تسجل نفسك بالدوله وتاخذ رقم ضريبه، هاي شغله ايجابيه. انت ممكن مصاريف البنزين، مصاريف التصليحات، الاكل، الشرب، هالاشياء تجمع الفواتير، وكانما انت تجمع فلوس بالبنك. تفهم قصدي؟ ونهايه السنه تعمل انت الجباب اشتوياك ليهم وترجع لك فلوس من الدولة. فهمت عليك. مليحة، كويسة، والله كويسة كثير اخي. وسمى انا بس ندير الان جيفيربا، انا ما نعملش الان، هما ينحولي المال تبع السوسيال ولا تبع الجوب سنتر؟ والله ما عندي فكرة بهالموضوع. المهم العامل، اهم شيء العامل، انا ما بديش مالهم. انا ما انصح الناس ان ياخذون مساعدة من الدولة، لان الدولة تعرقل الامور الانسان في المانيا اذا ياخذ مساعدات من الدوله صراحه. يعني انا اهم شيء هو العمل صديق، انا بدي بس نعمل. والله بالبدايه انا كنت اخذ مساعدات من الدوله، ولكن قدمت على طلب انه يلغوها، ما احب ما اخذ مساعدات. بعد سنه تقريبا من وصلت لالمانيا جبروني انه اخذ مساعدات، وهي المساعدات جدا ضئيله، يعني جدا قليله، 200 يورو 300 يورو وبس.
فأنا قدمت على الطلب إنه يلغوها وأريد أشتغل. أريد أشتغل. كان عندي دولدونج، كان عندي دولدونج مثلك بالضبط، وكان الموضوع يعني شوية يعني مقرف. والدولدونج تبعك كان في حق العمل ولا ما كانش في حق؟ بالبداية لا، ولكن قدمت إنه ألغي مساعدات الدولة، قدمت إنه ألغي مساعدات الدولة، وكتبت بالتقديم كتبت السبب ليش أنا ما أريد المساعدات، وخلت وهذا الشيء خلاني إنه أوفر طاقة كثيرة، أوفر مجال، أوفر فلوس أكثر وأكثر أشتغل وأطور نفسي. هو هذا السبب الوحيد اللي خلاني بعد ما قدمت على الإقامة واللجوء ورفضوا اللجوء وإقامتي، أعطوني إقامة غصب عن كل شيء، أعطوني إقامة لأن أنا اشتغلت بالبداية. فهمت. ما عندك فكرة كيف أنت تصير فلوتن بارتنر مثلا؟ عندي فكرة. كيف بدي نصير فلوتن بارتنر؟ إذا تحب تكون فلوتن بارتنر محتاج بعض الأشياء. تحتاج مثلا دوكومنتس، ورقة يعني تثبت انه انت عندك شركة، وهاي يتم اثباتها عن طريق المحامي. انت تحتاج محامي وتحتاج دوكومنتس يثبت ان انت عندك شركة اسمها غوندونغس دوكومنت، يعني انت اسست شركتك. تحتاج ورقة اسمها هاندز ريجستا، انت مسجل بالدولة. وتحتاج مبلغ معين، ها، يكون في الشركة يعني أقل شيء 25,000 يورو قيمة الشغل اللي أنت تشتغلها في الدولة. زائدا أرباحك تكون مقيمة تقريبا في السنة أقل شيء 100,000 يورو. تفهم قصدي؟ ومن بعد أنت هيك تتحدث مع السيبورت أوبر إيت وتقول له باللي أنا بدي أصير فلوتن بارتنر. لا، تمسح الأكاونت، تمسحه وبعدين تعيد البروسس، تعيد الخطوات كلها من البداية. بس ما تقول انه توصل طلبيات، لا، تقول انه تحب تكون فلوتن بارتنر. اخسو طيب. والموضوع يعني يحتاج منك شغلتين، الامزت شتاينوما وليس شتاينوما، امزت شتاينوما، ويحتاج من عندك الهاندز ريجستا دوكومنت. فهمت عليك. وبعدين تسجل نفسك بالدولة، وتقدر، ولازم يكون عندك اقل شيء 10 اشخاص، 5 اشخاص، 15 شخص يحبون يشتغلون بالأوبر already جاهزين، يعني تفهم قصدي؟ حتى لما تتكلم انت مع الأوبر ويحبون يفعلوك البرنامج او يفعلوك يخلوك تشتغل كفلوتن بارتنر، تذكر لهم انه انت عندك 15 شخص، 10 اشخاص، 5 اشخاص already جاهزين للشغل، حتى شركة الأوبر تشجع، يشجعون انه يفعلوك البرنامج ويشتغلون معك. فهمت علي؟ انا صراحة ما حبيت هذا الشيء، انا عندي الامكانية اكمل هاي كل الخطوات واعملها كفلوتن بارتنر، ولكن ما حبيت، لان عليها مسؤولية جدا كثيرة وضرائب وكثير من الناس يشتغلون بالاسود، وممكن لا سمح الله يوم الايام يعني الدولة تظن انه انا اشتغل بالاسود وهالكلام الفارغ. فانا حبيت انه اريح بالي واكون انسان حال اي انسان عادي، اوصل طلبيات واساعد الناس وبس. الحمد لله، احسن شيء. الحمد لله. عندك اي سؤال ثاني؟ خلاص، سؤالي الاهم اللي كان هو الفلوتن بارتنر. انا نستناك بس الفلوتن بارتنر تعطيني اياه. انا حاعطيك اياها. اي حاجه انا حادثك اياها، ثواني حادثك على الواتساب. اي حاجه ما نعرفهاش ولا انا نقول لك عليها ان شاء الله. ها، اسمه زباتسيان، والشركه اسمها اوبريزا. انا حتصل بي. هذه الشركه الاولى اللي تحدثنا عليها، انت قلت لي في كاين شركتين. الشركه الثانيه اللي هي كويكسي. انا ما متاكد من كويكسي، هل يا ترى بامكانها تشغل لك الفولد في لايبسيس او ما شغل؟ ما عندي فكره، بس لكن حساعداني. كويكسي نقول لهم بس هالو، شو نقول انت ايش مشتا ابايتن باي فولد ام لايبسيس الا لايبسيس. قال لك ايه في امكانك، ممتاز. قال لك لا، اعطيني خبر وادور لك واحد ثاني. خلاص. وسيباستيان شو نكتب له؟ شو نقول له؟ ناخشتن هالو، شو نقول انتاك؟ لا لا لا، ما تكتب له شيء، انا حتصل بي بالبدايه. ما نكتب له ولا شيء. لا تتعب نفسك. انا اتصل بي اقول له شخص اسمه محمد يريد يفعل برنامجه. ثواني خليك معي. روح على الكونتو اوبر كونتو فافالتن فاتا اوبا كونتو فافالتن، تطلع لك هاي.
بيك تعاود توري لي اوبا كونتو فبالتن وين؟ انت حاليا هنا؟ انت حاليا في هالمكان؟ لا ما عنديش هالمكان، انا زي بلاي فمش نخطة ايش تخيل نسيت. اوكي 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 اكتب لي محمد، اكتب لي الايميل اللي انت دخلته بالاوبر، اكتب لي على الواتساب رجاء الان، اكتب لك اياه الان. هو نفس الايميل اللي انا حجزت به معك نفسه. ممتاز ممتاز ممتاز، هذا الايميل هاعطيه لشركة أوبغيسا، اعطيه هي وحيكون هو بانتظارك بعد ما تكمل تسجيلك بالدولة، بعد ما تكمل تسجيلك بالدولة فورا يدفع البرنامج. احلى ناس والله، الله يحفظك الان. الان نسجل في الدولة، بس ننهي معك المكالمة، نكتب شو اسمها، قولي بس شو اسمها باش نسجلها الان، قولي شو اسمها نكتبها. الاسم الشركة قصدك اللي هي كلاين أونتانيما؟ كلاين أونتانيما مشان ندير معهم الان. الدائرة الحكومية غات هاوس ولا قصدك نكتب هاندل سكاما هكتب لك اياها. هاندل سكاما لايبزيك صاي اي اشكاتو لايبزيك اي هاكاتو لايبزيك ويب سايت اليس اكسبتيرن صاي. وانا الان ندير كلاين أونتانيما بالويب سايت. بالضبط بالويب سايت بالضبط، ممتاز. بالويب سايت إيهاكا تدخل تحت مكتوب موجود على فومولا، يعني شغلة مثل الفومولا مثل الورقة، تملي اسمك وهذا وتقول ان انت تحب تشتغل كلاين أونتانيما. واذا تحتاج موضوع تحتاج مساعدة بهذا الشيء اساعدك ان شاء الله، عندك الواتساب عندك كل شيء. انت مش مشكل خوي. بالنسبة من طرفي أنا ما أعتقد أنه شيء مهم ثاني. طبعاً أسئلة كثيرة موجودة، أكيد في أسئلة ثانية على الواتساب. بالضبط الواتساب. شكراً أبو جاسم صديق، أنا أشكرك والله. أشكرك على ثقتك بينا. لا الحمد لله، الثقة الأولى بالثقة بالله كفاية. الحمد لله الحمد لله أخي، والله الحمد لله أخوي. يعني أشكرك باسمي وباسم الفريق كله من أبو جاسم. طبعاً ورا 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 الخلفية في أشخاص كثيرين يشتغلون بأبو جاسم، فأنا أشكرك باسمي وباسم الفريق. ربي معهم إن شاء الله، ربي إن شاء الله نجاح دائما إن شاء الله. آمين. أجمعين أجمعين دائما إلى الأعلى إن شاء الله. أجمعين يا رب أجمعين. يا سلام عليكم. سلام عليكم. الله يحفظك. التوفيق يا رب. سلام عليكم. توفيق سنة. طبعا يا جماعة الخير أحاول قدر الإمكان إنه اللي يحجز الشخص اللي يحجز موعد احاول انه اشرح له كل الاشياء الضروريه او احاول اجاوب على كل الاسئله. طبعا مو موضوع مو سهل بهالسهوله، يعني واحد يقدر يجمع كل الاسئله وكل الامور المهمه ويشرح لي اياها بالميتنج. بعض الاحيان انه انا اضطر اقول للشخص انت عندك حاليا واتساب مالتي، فاي شيء تحتاج اي سؤال عندك فورا اتصل بي او دز لي رساله وانا احاول اساعدك واعطيك الاجابه او احاول اعرف ادور لك على حل. خلينا نقول حاليا انا حاولت انه اسوي سكرين كولينج من اللابتوب ونفس الوقت سكرين كولينج من التليفونات. اتمنى يا رب اعجبكم الفيديو، هكمل ان شاء الله. حاليا انا هكمل واوريكم شلون واحد يحجز موعد باللابتوب او بالتليفون. قول يا الله. شوفوا حبايبي الموضوع جدا بسيط، تفتحون الويب سايت تكتبون shamaristudio.com، تفتحون الموقع تختارون الخدمة اللي انتو تحبوها. موضوع جدا بسيط، يعني طبعا انا عندي خدمات، انا حبيت اساعد الناس وحتى استغل الوقت وحتى ما اكون بخسارة، فسويت خدمات. الانسان اللي يحتاجها يقدر يختار اللي يعجبه، موعد خاص ساعتين في اي وقت انت تحبه، يعني تقيمه بنفسك او انت تقول شو وقت يعجبك. بس هذا الشيء كل شيء يختص بشيء معين، عندكم مثلا حجز موعد 45 دقيقة في أي وقت أنت يعجبك 15 يورو، ولكن هذا ما يختص بالأوبر، يختص بأشياء ثانية. عندك مثلا الترجمة الفورية، يعني مقابلة شخصية أو عن طريق التليفون، أو ممكن تحتاج من عندي أنه أوصلك بالسيارة، يعني أوصلك بالسيارة أو أجر سيارة أو سيارة معينة أساعدك بها من ناحية تنقل غراضك من البيت للبيت، أو عندك عرس أو أي شيء تحتاج. أنا عندي الإمكانية أنه أسوق السيارة لحد 7.5 طن وأعتقد أكثر همات، الله أعلم. بالنسبة للناس اللي يحبون يشتغلون بالأوبر، شرح العمل مع أوبر إيتس معناته شرح، معناته كل شيء يختص بالأوبر، تفعيل البرنامج شرحه لحد ما توصل اول طلبيه وهذا ينتهي تنتهي مهمتي. ساعه كامله اشرح لك اياها تقريبا. اما الدعم للبحث عن عمل، هاي الشغل الثاني، يعني تحاول اساعدك على دور على شغل ثاني او مو شرط يكون اوبر. يعني تفعيل حساب الاوبر فقط عبر الايميل، يعني انت مجهز كل شيء، انا مجرد اتصل بالشركه
حتى اسرع البروسس، اسرع الموضوع، اسرعه. اتصل يقول يا جماعه الخير اكو شخص اسمه فلان فلان محتاج يشغل البرنامج، هذا ايميله بس، وبعدين اعطيهم رقمك، اعطيهم الشركه وبس. فلهذا السبب يعني موضوع موضوع 5 دقائق 10 دقائق اكثر شيء، لا اكثر ولا اقل. من الناس اللي يحبون يدورون على شغل، يدورون على سكن، هاي هي الخطوات. الموضوع جدا بسيط يا جماعه الخير. يقول مثلا شرح العمل مع اوبيت مثلا، ندخل عليه. انا حاليا كاتبه بالالماني، ممكن نسوي بالعربي، تخليه بالعربي، ننزل شرح العمل مع اوبيت، احجز الان، تكتب معلوماتك، تختار الوقت المناسب، طبعا تختار التاريخ المناسب، مثلا عندك من الساعة 12، قل له التالي، تكتب معلوماتك، اشياء يعني اشياء معينة، الاسئلة تجي تطلع لك اسئلة معينة، تكتب اسمك، يلا هنكتبها بالعدل، ايميلك، نختار ايميل معين، نكتب تليفون، تكتب تجاوب على كل الاسئلة، تجاوب على اسئلة معينة، كل الاسئلة تجاوب عليها، منتهى البساطة. ركز ركز ركز، انا شوية ضغط حاليا، عندك 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 شهادة سواقة او لا، واكتب ملاحظتك، وبعدين تقول احجز الان. موضوع جدا بسيط، يطلع لك ايميلك، يطلع لك اسمك، رقم تليفونك، ويطلع كل الاشياء، مكتوب العنوان، مكتوب يا طريقة، مكتوب كم ساعة، التاريخ، كل شيء مكتوب. ها طبعا ما خلت عليها ضريبة اني، حتى اسهل امور الناس. الضريبة انا ادفعها بنفسي، يعني الضريبة اللي ادفعها اني من ضمن السعر اللي اني اخذه من كل شخص لما يحجز الموعد. ممكن تحجز، ممكن تدفع فلوس عن طريق ابل باي او باي بال او جوجل باي. خلينا نقول نكمل، لا تفكرون بهذه الاشياء، خلينا نكمل. اول شيء مكتوب هنا عملية دفع سريعة، يعني اسرع، يعني اسرع، ولكن احنا لازم نكمل معلومات مهمة، يعني لازم نكمل. ممكن تدفع عن طريق البنك، اكو ناس يكتبوا لي بالتعليقات يا محمد، او يكتبوا لي رسالة انا ما اقدر ادفع بالباي بال، عندي بس شباكسة. ممكن تدفع بشباكسة يا جماعة الخير، او تدفع عن طريق الاونلاين بنك ترانسفير. مكتوبة كلانا، هي كلانا عبارة عن بنك يساعدك، بس يسهل لك امورك حتى يوصل للشباكسة اسرع. اما بطاقة الائتمان او الخصم اللي هي الفيزا كارت، الكريديت كارت، او الباي بال. اذا انت كتبت مثلا اونلاين بنك ترانسفير، بعض الناس ما عندهم باي بال، تكتب معلوماتك، تكتب عنوانك، تقول مثلا ها المانيا، وين المانيا؟ هاي المانيا، تكتب اسم العنوان مالتك الصحيح، رقم البيت، رقم المدينة، تكتب انت بيا مدينة، مدينة برلينية، المهم الله اعلم. المهم فتختار البنوك اللي انت تحبها، شباكاسة، فولكس بانك، بوست بانك، كوماندس بانك، دويتشه بانك، الله اعلم. تختار، تكتب، توصل، تدفع، بس. موضوع جدا بسيط يعني، مو راد لواحد يعقده. بالنسبة للتليفون نفس الشيء، بس انه هو شنو هو، خلينا نعمل سكرين ريكوردينج تليفون، ندخل نسوي تاب جديد، شماري studio.com. بالمناسبة حبايبي، كل الناس يشوفون هذا الفيديو ان شاء الله قريبا راح ينزل، اسوي موقع احسن من هذا الموقع، ويكون بسيط وعربي وبتحصيلات كثيرة ان شاء الله. فتختار الخدمة، نفس الموضوع، يعني الموضوع جدا بسيط. خلينا نقول نختار الخدمة، احجز الموعد، شرح عملها، وتختار التاريخ، تختار الوقت، تقول له تالي، تنتظر، هاي ما يتحمل، حمل الويب سايت، تكتب معلوماتك وبس، يعني بعدين تدفع بالاخير. الموضوع جدا سهل يا جماعة الخير، يعني مو صعب. فتعلمنا اليوم شلون واحد يحجز موعد، تعلمنا بعض الامور من ناحية الموعد، شلون واحد يتقابل وياي، شلون يتصرف، شنو الاشياء المهمة، تسجيل بالدولة، اشياء تخص الاوبر، اشياء تخص شركة الوسيط، و و و كل الاشياء، تسوي غشنونج يعني فاتورة حتى تستلم فلوسك، كل الاشياء تعلمناها بهذا الفيديو. ان شاء الله حنكمل نوصل طلبيات اليوم، واعلمكم شلون واحد يتعامل ويا برنامج ليفاغندو نفسه، مو شركة اوبر ايتس، ليفاغندو، يعني نوصل طلبية معينة واوريكم كل الاشياء، ونفس الوقت ممكن اعلمكم اشياء تخص الاوبر نفس الوقت. فاتمنى يا رب عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لهذه الدقيقة كملوا الفيديو الاخير، واشتركوا بالقناة، واعطوني رايكم بالتعليقات حبايبي. يلا قولوا يا الله. ناخذ طلبية،
ونسد الباب. طبعا هذا هو البيت 15، اسم الزبون على الجرس وبس، منتهى البساطة. هاي بيت الشل بلابيت تشعر بدأ. طبعا تضغطون أصلي فارم بشتيرين تجيك طلبية جديدة بمنتهى البساطة. خلونا نكمل نوصل هاي الطلبية، وبعدين إن شاء الله بعد الفرندو أشغل برنامج الأوبر كمل توصيل طلبات بالأوبر، وأعلمكم شلون واحد يوصل طلبيات، شلون يغطي الطلبية، شلون يسوي الأشياء كلها. تابعوا الفيديو الأخير، شاركوا بالقناة، قولوا يا الله، وطوني رأيكم بالتعليقات. طبعا هذا شيء جدا مهم، صحوني يا جماعة، تخيل انصحوا، يعني أنت ليش زعلانين أصلا؟ انصحوني بدل ما تعلقون أشياء سلبية، قولوا يا الله. عباب بالله حاجيب هاي الطلبية من شركة ليفراندو أوصلها، بعدين يخلص شغلي بالليفراندو، وبعدين أكمل بالأوبر وأعلمكم. فكمل الفيديو الأخير. حبايبي خلصت الشغل بالليفراندو أنا حاليا، أسوي نفسي أونلاين، وإذا جتني طلبية أصور لكم إياها طلبية واحدة، أعلمكم شلون كل الأشياء، وإن شاء الله ننهي الفيديو بعد ما نوصل الطلبية وبعد ما أشرح لكم. قولوا يا الله. طبعا حبايبي برنامج اللي في غندو اللي هو سكوبر شركة تاكوي إكسبرس والأوبر أو الأوفولد كلها لها إيجابيات وسلبيات. خلينا نقول فأني إيجابيات وسلبيات الأوبر أعرفها أكثر شيء. حاليا أني بأطراف الخريطة، شوفون الخط الأزرق، الخط الأزرق وين بأطراف مدينة هامبورغ. فأنا أنزل أضغط على مثلا على هذا السيم مثال هاي اشتزلات، أضغط عليها وأروح للسنتر. بهاي المكان دائما بي طلبيات حبايبي، طبعا مو شرط أوصل لنفس المكان نفس المحل اللي هو اشتزلات، بس أتقرب للمدينة، أتقرب من السنتر. لهذا السبب أخذ أي شيء أحدده حتى يعطيني الخارطة وأكمل طريقي لهذا. تقول يا الله، أنا حالي عندي سكرين ريكوردينج وتشوفون كل شيء وياي. طبعا لا تتبعون كل أوامر خرائط الجوجل، لأن بعض الأحيان يعطيكم أوامر خطأ، يعني دليكم بالطريقة الخطأ. فلهذا السبب أنصحكم أن تفكرون نفس الوقت بهذا الموضوع، أنصحكم. الشمس طلعت ما شاء الله، الغيوم غريبة عجيبة، يعني عواصف ومطر ودنيا، صار حرب الشوارع. أنا صراحة أنا أعرف الطريق فما أحتاجه، ألغيها، أفتح البرنامج، أضغط على اليمين، ألغي هاي الخاصية، أنزل، أحدد، وأروح على اليمين، أنا أعرف الطريق. هاي المدينة اللي أنا عايش بيها يعني تقريبا 3 سنوات. يلا قولوا يلا، إذا جت طلبية أصوركم كل شيء. حبايبي جتني طلبية حاليا من مطعم اسمه بيختلف، ولكن اسم المطعم لما توصل للمكان يختلف ثاني، فهي معناتها اسمها خبرة، لازم يكون عندك خبرة بالشغل. هنا مكتوب او توكوس هامبورغ مايله. هامبورغ مايله هو عبارة عن اينكوف سنترون مول جدا طويل وعريض. اما او توكوس طلبية ثانية ما شاء الله، انا خليته اوتوماتيكيا ياخذ طلبيات بدون ما انا اضغط، بدون ما اضطر اني اضغط. عندي حاليا طلبيتين حبايبي، نروح نستلم اول طلبية وثاني طلبية، وبعدين اضغط ان انا وصلتها وننهي الفيديو. يلا قولوا يا الله. حبايبي انا حاليا في خلفية المول اللي هو هامبورغ مايله لسببين. اول سبب لان انا طريقي يتجه للمطعم اللي بعده، انا عندي طلبيتين حاليا فطريق احسن. والسبب الثاني بهذا المكان اقدر اركن سيارة، لان اكثر الاماكن ماكو مكان اركن بيه السيارة، هذا مكان ألقى بيه مكان أركن بيه السيارة، إن شاء الله جدا ممتازة. وعلى يميني وهو المول اللي هو هامبورغ مايله. طبعا الإنسان اللي يشتغل بمدينة معينة يصير عنده خبرة مع مرور الوقت، يعرف وين يروح بالضبط، يا طريق يا وإلى آخره. ناخذ الحقيبة، قولوا يا الله. شوفوا حبايبي حاليا هذه هي الطلبية، اسم الشخص مانويل، ممكن تضغط هنا على هاي ديزل بالشلون بشتيرين، يعني انت اخذت الطلبيه، او اذا ما تعجبك تنزل لتحت شويه مكتوب هيلف اند سبورت، يعني هيلب اند سبورت، تختار اي اختيار تلغي الطلبيه. ممكن تقول ريستورانت تو فايت ان فان، يعني ريستوران جدا بعيد، تضغط عليها وتقول له، تضغط باللون الاحمر يا الغاء الطلبيه، يعني نعم تلغي الطلبيه.
لكن احنا مره نقول غلطه طبيعيه نقول لا ما هي غلطه طبيعيه ارجع اسم المطعم هو التاكوس. وبعض الاحيان يكون اسم المطعم يختلف عن اسم الاوبر يعني اسم المطعم بالبرنامج الاوبر فلازم واحد عنده خبره يعني وهاي الخبره حبايبي يعني تكتسبوها عن طريق الممارسه لا اكثر ولا اقل يلا قولوا يا رب. طبعا انا اعرف انه هذا المطعم ما بيه كحول ما بيه اشياء حرام فلهذا السبب ما صورت ولا شرحت لكم شلون واحد يعرف الاشياء بالطلبيه يعني شلون واحد يعرف شنو الاشياء بالطلبيه حشرات كحوليه او اشياء حرام. انا حروح المطعم اللي بعده واوريكم لان هذا المطعم بعض الاحيان يخلون كحول بالاكل وانا اعرف الاكل بعض الاشياء اعرفها فاضطر الغيها يعني قولوا يلا الطلبيه اللي بعده. ايمانويل اوبيت مانويل دانكي تشيس. نضغط على انه وخمناها ممكن تكتب بروبليم بيشتغلون يعني اكو مشكلة تبغى طلبية او اي شيء اسئلة او ممكن تقول له انا اخذت طلبية وبعدين تسحبها على اليمين او من اليسار من يمين اليسار. هاي الطلبية اللي بعدها حبايبي قبل ما تروحون انتو تضغطون على هيك تضغطون على هلا البرنامج وبعدين تضغطون هنا مكتوب الكساندرا تضغط على الطلبية تشوف شنو بيها. هنا مكتوب ترمسو حبايبي جدا مهمة ترمسو بنوعين اكو النوع اللي هو ما يحطون بيه كحول. انا بهاي الحالة حبايبي اروح للمطعم واسأل صاحب المطعم هل ترى هذا ترمسو بيه كحول او ما بيه كحول يقول لي لا اخذها ما يقول لي لا ما اخذها دائما نوصل اشياء حرام بيها اشياء حرام نوصل بيها برمضان شهر رمضان يعني سواء كان رمضان او مو رمضان كل الحالتين هو حرام يعني فقولوا يلا. اكثر الاحيان هذا المطعم باشياء يعني مو حرام بعض الاحيان باشياء حرام يعني في كحول يحطون الخمر يخلون الخمر بالاكل يلا قولوا يلا حبايبي. تقريبا وصلنا للمطعم هذا هو المطعم على يساري خلونا نوصل يلا قولوا يلا. هاي هذا هو المطعم ماتياس هذا اوبر وهاي الكسندرا ال شوفوا الكسندرا ال ودائما رقم 14 هذا رقم 14 شوفوا بس اول شيء خلينا نسال هل فيها كحول ولا ما في كحول 100% حوالي كل شيء ممتاز مثل ما احنا نحب. طبعا اكو اشياء شنو هذا هاي السيارة من غونالد يا جماعة الخير ممتازة لتوصيل طلبات. طبعا هاي الطلبية نضغط ان احنا اخذناها نضغط تطلع لك الالوان للزبون الاول. طبعا بالاعدادات حبايبي اني يعني اسوي هذا البتن لهذا هو هذا البتن اللي هو على اليمين تحت اضغط عليه بحيث يوصلني اوتوماتيكيا يطلع العنوان وكل شيء ويوصل على يطلع على جوجل خرائط. ممكن نسوي بغير طريقه شوفوا يا جماعه الخير اذا انت اجتكم طلبيه اوتوماتيكيا هو ينتقل شوفوا 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 حينتقل يعني هذا عداد حينتقل من وحده للخرائط الجوجل ويوريك الطريق بحيث ما تستع يعني ما تضطر ان تكتب اسمك بيدك العنوان والى اخره. طبعا هاي الخاصيه تقدر تسويها على طريق الاعدادات ان شاء الله اوريكم اياها من نهايه الفيديو يلا قولوا يلا. وصلت طلبيه هاي العماره مثل ما تشوفون حاليا انا بالمكان الصحيح بس اول شيء خليني اوصل الطلبيه واوريكم شلون واحد يضغط انه وصل طلبيه. حبايبي مثل ما تعرفون انه شركه الاوبر شركه امريكيه فما تشوف الاسم الاخير ما تشوفها بالالماني بالعكس بس مو هيك تشوف الاسم الاخير فتعرف وين دق الجرس. بعض البنايات بعض الاشياء تختلف بها رقم ولكن عاميه انت ما تشوف الاسم الاخير فبعض الاحيان تضطر تتصل بالزبون يقول لك اسم الاخير اسم العائله يعني حتى تعرف تدوس على الجرس. وبعض الناس يعرفون هذا الموضوع فيكتبوه بالملاحظات. الاوبر ايت مبني على انه الزبون يطلع برا العماره ولكن بالمانيا الناس ما شاء الله تحب تاكل يعني توصلها طلبيه لحد الشقه. عموما هذا ما مكتوب اسم الاخير بس كاتب لك بالملاحظات فونو يعني شقه رقم 12 هذا هو اللي هو الجرس وتدور على رقم 12 وتدوس
فتح لك الباب. طبعا يا طابق ما تعرف، لازم تسأل، لازم تتصل، لازم تسوي نفسك ذكي. هالو هي استوفر فارا يا بول، ايش كنت فوت ابوك ماشي اي تاجه ايش كنت فوت فيها احسوا على سلاب سلاش. بعض الناس ينتظروك، يعني خلينا نقول نص بالنص، يفتهمون موضوع الاوبر او ثقافة الاوبر فيطلعون برا ينتظروك برا. بعض الناس لازم تدوس الجرس وينزلوا لك، وبعض الناس يقول لك لا، او يغلط عليك ويهينك يقول لك لا جيب وسط طلبي لي فوق هذا شغلك صحيح عليك. هذا كل تجارب مريت بها انا صراحه يعني، فكل موجود من كل الانواع. انت المفروض يعني شنو الواحد يشغل عقله يعني شويه يكون شاطر يعني. انا حاليا دا انتظر مثل ما تشوفون، وحتشوفون كل الخطوات وياي يعني شلون واحد يوصل طلبيه، شلون يلغيها، شنو المواد اللي بيها. واللي يسالني مره ثانيه شلون واحد يدور على وسيط، شلون افعل برنامج، شلون الغي الطلبيه. هذا الفيديو التعليمي يا جماعه خير، كل شيء كل اسئلتكم موجوده بهالفيديو هذا. يلا اجي. هاي بتشون ايش تعمل يا بس؟ ايش تعمل؟ كابتن تشاو يا اخ. اول شيء تضغطون لفوق وبعدين تسحبوها من اليسار لليمين، ويخليك تطلع. شوف يا جماعه الخير، هنا ما عندي انترنت فيطلب من عندي ان اختار، ولكن انا عندي انترنت بس خلينا نسد البرنامج ونفتحه مره ثانيه حتى هو ينتقل من واحده يعني. ليش يطلب من عندي؟ يقول لي ماكو انترنت. لا هو اكو انترنت، ليش ماكو انترنت؟ عنده مشكله، خلينا نحل المشكله ونقول يا الله. طبعا صراحه يا جماعه الخير ما اعرف شنو القصه، ليش ما يقبل؟ يقول لي كانما ماكو انترنت، فلهذا السبب يدور خرائط الاوبر، يدور ما يقبل، فيطلب من عندي يطلب من عندي يا اما بالجوجل خرائط الجوجل او خرائط الفازا او الابل او اي شيء ثاني. اضطريت الجوجل ونجرب حظنا ونشوف هل يا ترى نوصل للزبون ما نوصل، الله اعلم. خليني اشرح لكم نقطه جدا مهمه. نرجع الى برنامج اوبر. بعض الاحيان حبايبي شوفوا هاي النقطه مكتوب عينفخ عندي اب عن ملدون ام ادجشوس اب جيبن، هذا اعتقد هوتيل او فندق او هيك شيء. هاي النقطة الحمراء بعض الأحيان تكون بمكان ثاني، والخط الأزرق اللي هو الخط للنافيجيشن للبرنامج الأوبر يكون يوديك بمكان ثاني، فأنتوا تأكدوا إنه الخط هاي النقطة، هذا الخط الأحمر وهاي النقطة الحمراء هي النقطة أو الألوان الصحيح. تأكدوا دائما من الألوان، شوفوا وين شنو القصة حتى لا تروحون لمكان بعيد وتخسرون وقت كثير وبنزين كثير وجهد يعني. في بعض الأخطاء يعني، في بعض الأشياء لازم واحد يتأكد منها قبل ما يحرك السيارة. قولوا يا الله. طبعا حبايبي 3 دقائق واصل للزبون. قولوا يا الله. انا بالطريق الصحيح. غلط، هذا خط مستقيم، ما مسموح له يعبر هذا الدرجة. صار هذا هو الغلطان. شوفوا حبايبي النافيجيشن للخرائط الاوبر مع الاسف خلينا نقول زبالة. ولكن للخرائط الجوجل وصلني للمكان، ولكن المكان مسدود مثل ما تشوفون، بوشتلة بكل مكان. طبعا بهامبورغ مصيبة، هنا بهامبورغ الحمد لله وصلنا. ناخذ الطلبية. يا جماعة الخير ركنت السيارة بهالمكان لأن ماكو مكان أمر به، ونفس الوقت بوشتلة هنا أنا. ترميمات، تعال عبر الطريق. شلون عبر الطريق هسان؟ حتى للناس اللي تمشي مسدود. أنا وصلت الطلبية هسان يعني غباء، انا وصلت طلبيه المكان الجهه الثانيه، شرفي غباء مو طبيعي. وكل مكان بوشتر، كل مكان ترميمات يا جماعه الخير مو طبيعي. هامبورغ يقول لك من اصعب المدن للشخص اللي يسوي رخصه القياده، بيها نسبه الحوادث ونسبه الترميمات بالشوارع عاليه جدا، اعلى مدينه في المانيا كلها، وجدا صعبه يعني سوق سياره جدا صعبه بالمانيا كلها. عموما خلينا نكمل الفيديو. زين يا جماعه الخير هذا هو المكان، اعتقد هاي مدرسه موزيك شوله أوند أكاديمي، يعني موسيقى مدرسة موسيقى وأكاديمي. ني إيش يا فيلاش توخ؟ also ich glaube ich bin hier richtig. Das hier Tiergesundheitszentrum. Tiergesundheitszentrum. Ja, was? Haben die das jetzt umgenannt mit Tiergesundheitszentrum oder ist da ein Tierarzt? Wahrscheinlich. Ich versuche mal. Dankeschön. طلع هذا مكان صحة الحيوانات. Zentrum. إن شاء الله جدا مهم حبايبي. طبعا انا سالت وين تعال نضرب
والله ما مفتهم شنو القصة يا جماعة الخير. والله ما مفتهم شنو القصة. أنا أطرش بالزفة. Hallo. Ich brauche nur zu wissen die Geburtsdatum von der Person, der bestellt hat. 14.10.94. 14. Oktober 94. In 10 Tagen? Hab ich das gerade gesehen? Das glaube ich Sonntag. Nee, da oben ist er. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Ja, ist perfekt. Einen Moment. Vielleicht brauche ich für mich eine Unterschrift manchmal, aber manchmal. Ja, doch. طبعا البرنامج يا جماعة الخير بمشاكل مثل ما تشوفون ده يخربط. اخ 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 يا الهي اخ البرنامج ده يخربط ما اعرف شو قصته. ميديا ماركت عندي طلبية من ميديا ماركت البارحة وصلت طلبية يا جماعة الخير من شركة ميديا ماركت منتجات ضخمة وصلت البارحة وصورت فيديو بالطول بالتليفون أول طلبية من شركة ميديا ماركت طلبية ضخمة 500 يورو الله أعلم ماكينة قهوة ضخمة وصلتها بالسيارة يعني إن شاء الله تجربة جدا جديدة وهي ثاني طلبية اليوم البارحة طلب أول طلبية واليوم ثاني طلبية نقطة جدا مهمة طبعا البرنامج ده يخربط ما أعرف شو مشكلته هل يعرف يدليني على الطريق الصحيح وأنا حضطر إنه أستخدم جوجل خرائط الجوجل زين هاي نكمل إحنا شغلنا إن شاء الله ونوصل هاي طلبية ميديا ماركت واللي يحب يسوي نفسه أوف لاين ممكن أو يحب يوصل طلبية هاي يوصلها مثلا يحب يوصل طلبية هاي آخر طلبية بس يحب ما يحب يوصل توصل طلبيات أكثر فيضغط على الخطوط اللي هي على اليمين ويضغط على نوي أفطريجة شتوبن هيسوي بعد ما يوصل طلبية يصير أوفلاين أوتوماتيكيا وما توصل طلبيات أكثر طبعا هاي أول نقطة ثاني نقطة البرنامج ده يخربط ما أعرف شو مشكلته طلب برنامج بيطلب من عندي العنوان عيد ميلاد أو تاريخ ميلاد الشخص الزبون طلب من عندي توقيعه طبعا انا تعلمت شغله اليوم جديده وهي انه اذا تشوفون كلمه تيراميسو كل الاحوال الغوها يا جماعه الخير الغوا الطلبيه كلها لان انا دائما اسال نفسي يا ربي اذا ما بيها كحول ليش يسالني اصلا انه واحد انواع تاريخ ميلاده وتوقيعه طبعا انا سال الشخص الله يسامحه سالته قلت له يا اخي طلب من عندي توقيع وعيد ميلاد هل ترى هذا الشيء بيه كحول قال لا 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 هاي بعض الاحيان يطلبون عندك البرنامج طلع بالاخير يعني موضوع مو صحيح انا متاكد 100% انه تيراميسو بيه كحول ولكن هو ذكر لي ان تيراميسو بيه نوعين نوع اللي هو بيه كحول وكل نوع التركي ما يحطون بيه كحول فانا ما اعرف شنو القصه يعني انا ما عندي خبره حاليا انا وصيت طلبيه بيه كحول المهم الله سبحانه وتعالى يعرف نيتنا والحمد لله على كل حال هاي واحد لازم يتحمل مسؤولية شي صار يعني ما عاجبني وضع آني أنا حاليا وصلت شغلة بيها كحول ولكن هذا الشيء طبيعي يعني أنت بلاد غريبة بلاد كافرة بلاد بيها تشرب الكحول وعدها بالنسبة لها هاي شغلة بسيطة يعني شغلة عادية لازم واحد يعني مو يتأقلم ولكن يسكت حبايبي طبعا ما تصورت انه نهايه الفيديو تكون بهالطريقه هاي ولكن الحمد لله على كل حال ممكن اكمل طلبيه هاي واشوفكم شلون وصلت طلبيه بالميديا ماركت منتجات يلا خلينا نكمل وصلت هاي الطلبيه اللي هاي ان شاء الله جديده بالفيديوهات العريضه ما سويتها بحياتي هنكمل وننهي الفيديو قول يا الله صراحة يا حبايبي مع الأسف البطارية الجو برو خلصت والبطارية الثانية نسيتها بالبيت صراحة انزعجت بسبب الطلبية اللي هي الثانية الحمد لله على كل حال نروح نجيب الطلبية من ميديا ماركت طبعا الموضوع جدا بسيط تدخل تسحب هاي الباركينج هذا مكان ببلاش لأن أنت توصل الطلبية بس تقول لهم إن أنت سحبت يسوون إن شاء الله يسووا هيك بالجهاز وبعدين يقول لك روح للكاشير تأخيرة تطلع لك مرة ثانية بلاش وتكمل توصل طلب بمنتهى البساطة لازم توقع لازم تطلع معلوماتك أنا راح أصور كل شيء إن شاء الله وأصور بدون ما أشرح يعني الموضوع جدا بسيط تروح أنت لا تروح اللي هو المكان الزبائن أروح مكان قسم ثاني مختص بس بالأونلاين يعني طلبيات الأونلاين هو ميديا ماركت تعرف ميديا ماركت مثل الزيتون مثل أي ماركة مثل أي شركة تبيع منتجات إلكترونية تلفزيونات أي شيء إلكتروني أو أي شيء يختص إلكتروني أو شيء المهم افتهمتوني قصدي تأخذوا الطلبية تخلي بالسيارة توصلون منتهى البساطة كأنه توصل طلبية يعني أكل لا أكثر ولا يلا قولي يلا شنو رأيكم بالركنة السياسية يا جماعة الخير ركنة حلوة والله هذا هو الدخول والخروج
وهذا هو الباب الرئيسي للميديا ماركت، ولكن هذا للزبائن العاديين. انت تروح للاونلاين، طلبيات الاونلاين تكون في هذا الطرف. طبعا كل مكان يختلف هذا الشيء. وهاي الورقه الباركينج تاخذها وياك وتروح للاونلاين. يلا قولوا يا الله. وهاي يدخلها دخلها بهذا الجهاز حتى تصير ببلاش. طبعا حبايبي هاي هي الميديا مارت. لازم تسوي سكانر، تسكن يعني تقرا الكي او كود او تلقى الطلبيه. طبعا هاي اماكن لغه الطلبيه، تختار اي شيء اذا ما عجبتك طبعا او بعيد عنك، بس احنا ناخذها ان شاء الله. المشكله اني انا قلت له اوبر ايتس، هو مو اكل، ايتس يعني للاكل او اكل اكل اكل. المهم فهي طلبيه منتج يعني، فتجي لشركه اوبر. Erstmal was unterschreiben ja, wahrscheinlich. Ja, einmal hier, genau. Das ist die Parking-Sache. Ausfüllen, einmal wieder netterweise. Genau. Und dann haben wir das alles wieder in Tuss hier. Das ist da. Das ist Parkticket. Kennzeichen Hamburg. Mister. 1839. Und unten Autogramm von mir, genau. Vielen Dank. Oh, das kriege ich für mich, das ist für mich. Und damit einmal. Ich den blöden Scan-Code hier oben nicht mit erwischt. Alles gut. Ich habe gestern auch gefühlt 5 so. Minuten probiert. Ja, ich auch. Hatte. Das erste Mal war wirklich, das war katastrophal. Genau, perfekt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ebenso. طبعا حبايبي حاليا انا نسوي كل شيء صحيح مثل ما شفتوا انتم. وهسه هاي الورقه الباركينج ادخلها بالماكينه اللي هي البارك سياره. هاي خربانه ما تشتغل، ما تشتغل. اول شيء لازم ننزل. هاي دخلوها هنا أنا. هنا أنا يعني هنا ها. يقول لك يلا سوا. وهاي نوصلها ان شاء الله. طبعا البارحه حبايبي اول طلبيه كانت من ميديا ماركت، والكرتون كان جدا كبير. هذا منتج صغير جدا، كانت ماكينه قهوه. اشتركوا بالقناه حتى تشوفون الفيديوهات بالطول اللي هي قصيره دقيقه واحده. بمنتهى البساطة حبايبي، اشتركوا بالقناة حتى تشوفوا فيديوهاتي بالطول اللي هي سريعة دقيقة واحدة، اوصل طلبية وبس. يلا، السلام عليكم، يا رب عجبكم الفيديو، اعطوني رأيكم بالتعليقات. يلا، السلام عليكم.